احنا نشكر الجهات الاعلاميه اللي تدعم هيك مشاريع. اليوم احنا بالنسبه نريد نوصل فكره للعالم ان العشيره او المضيف مو بس يحل النزاعات والمشاكل، اليوم المضيف يجهز ابنائه الى وصول للعلم. اليوم احنا نريد نبني العراق بالعلم، اليوم احنا نريد نحرر العراق بافكارنا. اليوم الخطه الاستراتيجيه بالعالم هو محاربه بالعلم مو بالسلاح. اليوم العقل هو اللي يحارب، اليوم العقل هو الاقتصاد، اليوم العقل هو البناء، اليوم العقل هو اليوم اللي حررك من افكار اللي تغزيك. اليوم الغرب يحاول ان يطلعك جاهل حتى يتحكم بيك. اليوم احنا لا، نقول لابنائنا نوعيهم ونقول لهم العلم هو اللي نتيجه بناء الدوله. تقديرا جناب الشيخ، ليش اعلان ابو تشون شيخ عشيره الظوالم على هذه المبادره الطيبه والكريمه والسباقه والفريده من نوعها والاولى على مستوى عشائر محافظه المثنى، فيها دعم واسناد للعمليه التربويه، حافز ومشجع لابنائنا الطلبه من اجل تحصيل الدرجات العاليه والتفوق. يسعى الكثير من ابناء المثنى الى تطوير عمليه تربويه، كذلك جناب الشيخ سباق ان شاء الله الكثير من المبادرات لدعم، وخاصه على مستوى الملكات التربويه ومستوى الهيئات التدريسيه. نحن بحاجه الى مثل هذه المبادرات، ندعو كل ابناء كل شيوخ عشائر محافظتنا الى الاهتمام بالعمليه التربويه وتطويرها ومسانده الكوادر التدريسيه. ثانوي متوسط الاول على المدرسه، ناجح بكل المواد الحمد لله والشكر. الشكر لسماحه الشيخ ليس شفاف شلون بعد الله، طبعا بسبب هذا المهرجان التقدير رفع معنوياتنا للنجاح والتقدير، وان شاء الله نجيب احسن معدلات والامتياز ان شاء الله، ونرفع رؤوسكم ان شاء الله بالجيل القادم اقوى ان شاء الله. الجد والاجتهاد هي القراءه الدائمه وترك اللعب دائم. نشكر الشيخ لانه كرم الطلبه المتفوقين في العشيره، وهو الشيخ ليث شفاف شعلون. الطالب عباس على الجوار، كمال حماد الصغيرون، الطالب حسين جمال.